السلام عليكم. اليوم نروح نشوف المستجدات نتاع المشروع نتاع انجاز المراكز مكافحه السرطان عبر التراب الوطني، حيث انه فيه زوج مستشفيات اللي اذا محاربه السرطان يعني قريب الاشغال الانتهاء منها في كل من ولايه لمديه وتيارت انتهت الاشغال به، والمديه ما زالت بعض الرتوشات. إذا بالإضافة إلى هذه الزوج مستشفيات فيه خمس مستشفيات أخرى الأشغال راهي على قدم وساق للانتهاء منها، واللي يعني في مع نهاية هذه السنة وبداية الثلاثي الأول من السنة المقبلة سوف يتم إذا وضع حيز الخدمة ما لا يقل عن 7 مستشفيات لمكافحة السرطان، واللي هذه المستشفيات تدخل في إطار الشبكة الوطنية لمستشفيات إذن عبر 58 ولاية، واللي الأشغال راهي متواصلة لإتمام المشاريع الأخرى أو انطلاق المشاريع الجديدة في الولايات اللي ما زال ما انطلقتش فيها الأشغال كالولاية الفاتية. إذن نترككم تتابعوا هذا التقرير الكامل والشامل عن العملية نتاع التحضير لوضع حيز الخدمة لـ7 مستشفيات عبر التراب الوطني. إذا نترككم تتابعون والسلام عليكم. 7 مراكز جديدة لمكافحة السرطان سوف تدخل حيز الخدمة قريبا، منها ما يضمن التغطية لبعض ولايات الوسط والوسط الغربي ومناطق الهضاب كمركزي المدية وتيرت. وجيت سعداء بهذا المشروع اللي انطلق بوتيرة عالية، ونولي سكان المدية وقاطنة المدية تنتظروا بفارغ الصبر لرفع المشروع اللي راح يندار هنا في ولاية المدية، خاصة بالنسبة للأشياء اللي هي غير متوفرة مثلا للليارام. إذا راح تكون هذه فرصة باش المرضى نتاعنا راح يستفادوا من هذه الأشياء. هناك مشروع لـ7 مراكز سيتم تدشينها عن قريب في تيرت والغواط والشلف والمدية وغيرها، سيرتفع العدد إلى 21، وسيصل في آخر السنة ربما بداية السنة المقبلة إلى 24 مركز بعد استلام مركز بجاية والمراكز الأخرى اللي رها في طور الإنجاز. مركز ولاية المدية يتواجد على مستوى دائرة وزرة قيد الإنجاز بنسبة أشغال قارب 80% وبسعة 120 سريراً. تحرص الجهات الوصية على تسريع وتيرة الأشغال ليسلم في الأجال المحددة. هذا المشروع الذي يعد مؤسسة استشفائية متخصصة، الذي كلف ميزانية الدولة أكثر من 550 مليار سنتيم، تعدى نسبة إنجاز تفوق 80%، وبالتالي إن شاء الله سنسعى لتسليمه في أجاله التعاقدية. الأشغال إن شاء الله مرتقب انتهاء التحف في ديسمبر 24، والتجهيز ان شاء الله بدايه 25 تبدا عمليه التجهيز، تدبر نجيبوا لي زاكسيلاراتور والتجهيزات الطبيه والجراحيه باش يدخل حيز خدمه ان شاء الله. سيمكننا من انجاز قاعات جراحه بمعايير ايزو 5 الى ايزو 8، يعني سيمكننا ان شاء الله من انجاز عمليه جراحيه جد معقده، هذه حاجه سابقه يعني للولايه المديه، وكذلك سيكون مكسب جهوي لجميع الوطن. ولضمان تغطية صحية أشمل للوسط الغربي كولايات تسمسيل، تسعيدة، البيض وغيلسان، ينجز مركز تيرت لمكافحة السرطان بنسبة أشغال تزيد عن 85%. اعتمادات المالية رصدت خلال هذه السنة، وسوف يعلن عن المناقصات لتجهيز هذا المشروع. المركز يضمن جميع الخدمات الطبية بما فيها التحاليل المخبرية والأشعة بمختلف أنواعها، كما أن هذا المركز يحتوي على 3 مسرعات بالإضافة إلى 4 غرف العمليات الجراحية. قدر كلفة المشروع بمبلغ 740 مليار سنتيم، مدة الإنجاز 38 شهر. نحن في المتابعة اليومية من أجل متابعة تنفيذ الأشغال حيث يجب أن تكون مطابقة للمعايير التقنية. فيما يخص طريقة الإنجاز ومواد البناء المستعملة، الصفائح، الجدران ضد البكتيريا، التكييف المركزي لي فو بلافون، وذلك وفق المعايير الدولية المحددة. توسيع حظيرة الهياكل الجديدة المتخصصة في مكافحة السرطان يرتكز أساسا على مخطط وطني يهدف إلى استحداث مراكز ولائية ومصالح ناشطة محليا حتى على مستوى أقاليم الدوائر.